اخر 2016 هو منظومه تحمير محطة طهير لفادة مدينتين الوضع البيئي في المدينتين هذوما سيء جدا ومبرمج إنزاز محطة تطهير لهذه المدينتين هذه تقدر قيمتها ب 44 مليون دينار. كذلك إلى جانب ما يتم إنجازه في 2015 في قطاع التكوين المهني هناك مبرمج معناها مركزين التكوين المهني لول في منطقة بالخير تعرفوا اللي المشكلة نتاع البطالة في بقية بالخير وتقرر معناها إنجاز في 2016 داخل 2016 معناها مركز تدريب مهني بالخير وكذلك حدث مركز تكوين تدريب مهني بمركز ولاية القبصة مع تأكيد أن الاختيارات على اختصاصات مش تكون بالتعاون وبالتنسيق مع الجهة أن طلباتها منها معروفة ويلزم منها تنسيق هذا يتم ويلزم منها أحداث من الاختصاصات اللي تهم الولاية بصفة عامة واللي تهم طلبات على مستوى وطني. كذلك بالنسبة لقطاع السياحة والثقافة كذلك ما نعرفه في قبصة أن مخزون ثقافي مخزون سياحي من هام وهام جدا وفي إطار من تفعيل وفي إطار من استغلال الإمكانيات على مستوى ولاية قبصة تم الاتفاق على أحداث من مزلق سياحي وكذلك نظرا لخصوصية المنطقة تم الاتفاق على أحداث متحف للمناجم وهذا ما طلب قديم من طرف اهالي ولاية قبصة. هذا بالنسبة للإجراءات التي تخص البرامج لكن الموضوع الأساسي والموضوع الهام اللي لازم أتطرق ليه وهذا معناها وصلنا إلى معناها توصلنا إلى اتفاق حول طريقة التعامل مع الموضوع هذا وهو كيفاش نطاوعنا لأن الإشكال الحالي هو تعطل من قطاع الفوسفات ونعرف معناها تعطل معناها ناتج على طلبات وطلبات معناها مشروعة لأن نسبة البطالة في الجهة هذه مرتفعة جدا ومشاقة معناها التمشي التالي. أولا الساعة اشتاق معناها بالنسبة لشركة البيئة مشاقة تثبت وهذا عن طريق منها المراقبة في الحضور والعمل الفعلي ومسؤولية الدولة بالنسبة لتشغيل قطاع البيئة مسؤولية هامة ويلزم منها في الفترة القليلة القادمة ننطلق في أعداد برامج يتم إنجازها بالنسبة لشركات البيئة لكن في نفس الوقت منها يتم منها متابعة الحضور لأن يعني ثم برشا كلام أنا ثم ناس منها ماهيش أولا صعبهم برشا ما يستحقوش وثم برشا ناس منها ماهيش تحضر قاعدة تاخذ منها في جنايات من غير مقابل عمل هذه العملية الأولى الأهم. كذلك كما تعرفوا عندنا في الحوض المنجمي في ضيف العرايس المتلوي والمدينة هذا السهم القطاع الفوسفات معطل لان ثم ناس عندها استحقاقات وما تمش معناها تنفيذ الاستحقاقات هذه والاتفاق اللي تم عليه هي مشاقة اولا هي التثبت من الاشكاليات الموجوده ومن خاصه من القيمات الموجوده لان ما نحبوش ندافعوا كما قال به في قطاع البيئه دخلوا ناس تدخلوا ناس وبعض القوانين بعض منهم ما عندوش ما يستحقش ولا بعض منهم عنده مواطن رزق اخرى ومواطن شغل اخرى ولذا لازم التثبت بالنسبه لي اولا بالنسبه للمعتصمين على مستوى المتلوي ان البعض منهم هو كان يشتغل في شركة سونوسان وتم لها إغلاق المؤسسة وترتب هذا مش نقاوم حل انتقالي في انتظار من إيجاد الحلول الجذرية مع سونوسان وشقة صداع شركة سونوسان واتفق معها على إعادة إعادة فتح المعمل هذا الموجود في المتلوي.
الجانب الاخر كما ذكرت شقة تثبت فيهم، وكذلك بالنسبه للضيف والرئيس وضيف مؤسسه ومدير لاب شقة تثبت كذلك في الوضعية الاجتماعية وفي استحقاق من العمل بالنسبة للقائمة. ولإنجاز الأعمال هذه تم من تكوين أحداث لجنة وزارية يترأسها السيد وزير الدراسة والحكومة المكلف بالعلاقات مع الرئيات الدستورية والمجتمع المدني بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية ومثلث المجتمع المدني بالجهة القصدى التثبت والتدقيق في التعاملات السابقة في مجال التشغيل انطلاقا من الأسبوع القادم، ومش يتم الاتفاق مع الجهة ومع السادة النواب وكل الحاضرين معنا في مجلس الوزراء مجلس وزارة مدارة اليوم في اتفاق على تاريخ ماذا بينا التاريخ هذا يكون أقصى ما يمكن لأن منها إيجاد حلول لا نستخدمها منها مسؤولية الدولة منها وإن شاء الله بعد توضح الأمور منها بالنسبة للمعتصمين هذوما بشقة منها إيجاد الحلول لتشغيلهم في الفترة القادمة تشغيلهم أما في إطار شركة خط قبصة أو في إطار في طرح آخر معناها في إمكانية تشغيل. كذلك بالنسبة لحاملي شهادة عليا اللي هم كذلك معتصمين وعازين على العمل نحبوا نعطيهم معناها أمل من الجهة وأمل للناس هذوما المعتصمين هو عندنا بالنسبة لي شركة فوسفات قبصة عندنا حاليا زوج مشاريع في طور إنجاز هو مشروع مدينة اثنين ومشروع قمنا خشب اللي هما باش يوفروا مواطن شغل جديدة التقريب بين المخشب وبين المديرة شاقة توفير بين 800 و1000 مواطن شغل إن شاء الله باش يتم إنجازها في أسرع وقت ممكن حتى نحل الأمل وحتى نعطي الفرصة للناس المعطين على الأمل إلى جانب بالطبع منها تقريبا 500 موطن شغل جديد شقة فتحها على مستوى الجهة وتهمنا انتداب بناء إطارات بالنسبة لشركة فوسفات قرصة. كذلك منا بالنسبة لإجراءات أخرى وقع اتخاذها هي نعرف أن الوضع وضع على مستوى شركة فوسفات قرصة في بعض الاشكاليات في بعض التشكيلات على مستوى الحكومة وتقرر لإيجاد حل لحل نهائي للمشروع هذا إجراء عملية تدقيق عميقة لتصرف شركة فوسفات قبصة والشركات المتنوعة دعما لقواعد الحكومة الرشيدة. هذا معناها يعتبر هام وهذا اللي نطلقوا فيه تقريبا في غضون الأشهر القليلة القادمة لتثبت من الوضعية الحقيقية بالنسبة لي شركة فوسفات قبصة. كذلك موضوع هام آخر يهم هو تقييم أداء المسؤولين على مستوى الجهة في معدل التشكيلات وشاقة معناها تقييم معناها معمق لأداء المسؤولين على مستوى الجهة المسؤولين على مستوى الأمني والمحلي والمستوى البلدي وبعد التدقيق من الوضعية كثير للإطارات الجهوية إلا ما كانش منسجم ولا ما قامش بواجبه يقع من نقطته إلى نقطته أو إعفائه من مهامه. كذلك نحب موضوع آخر أكد عليه هو موضوع الحضارة موضوع تجبد من في عدة حالات وهذا موضوع من الموضوع هام. احنا حاليا في مرحلة إيجاد حلول تهم كامل تراب الجمهورية وتعادنا باش في الأشهر المقبلة يتم من إيجاد حل نهائي لعمال الحضارة. هذا معناها بإيجاز وثيقة باش يتم توزيعها لاحقا ونحب
أكد عليه في النهاية هو أن موضوع التنمية في الكبسة هو موضوع من أهم موضوع يهم ولاية الكبسة لكن يهم العديد من الولايات الأخرى، واهتمامنا كما قلت خاصة بالنسبة للولايات الأربعتاش اللي حرمت في وقت سابق مشيقة عنها اهتمام خاص بها كما عملنا في الكبسة بس عملنا في الولايات الأخرى، عملنا في مدينة، عملنا في التطاوين، عملنا في الدوبوت، عملنا في الكبسة كما عملوا لقاءات أخرى ووزارات أخرى إلى كامل الولايات اللي كامشت ولا مخدتش حظها في الفترة القادمة. هذا ما حبيت أقوله في النقطة الصحفية، ما أعطيتش على كل الجزئيات، يعني ما أعطيتش على كل ما أعطيتش على كل الجزئيات، وذكرني الأخ في مصطفاه موجود هو في الوثيقة، هو تم كذلك من الاتفاق على إحداث معمل أسمنت في القطار كمرحلة أولى، وتعهدنا كوزارة الصناعة وكحكومة لإتمام عمليات التصديق وإلى جانب ذلك في أجل لا يتعدى 3 أشهر. هذا ما أنا عطلت عليكم، أما هذا ما حبيت نقوله، وكل الجزئيات مش تلقاها معناها في الوثيقة، هذا باش يتم توزيعها عليكم، وشكرا.